نحكي انه الكوميونيتي هذه زيادة هي من الناس اللي تمشي ليفين مونيت، معناها لازم تضحي بوقتها وبجهدها وبراحة بالها كيف كيف تضحي بفلوسها باش تنجح ليفين مون، او صاحب المحتوى او الجيمر اللي هو قاعد يضحي بوقته، قاعد يضحي بوقته مع عائلته، قاعد يضحي على حسب صحته باش ينجح انه القناة متاعو هذيك معناها تقدم محتوى باهي للعباد وتقدم مثلا معاش النصيحة وتقدم المعلومة في الوقت وتقدم محتوى باهي معناها كجو فيديو ولا حاجة. هذا كل لازم الكوميونيتي تحطها في مخاخة ان هي لازم اتعاون صاحب المحتوى وصاحب القناة حتى بالوسائل اللي يقولوا نحن مجانية، معناها اللي هي يقولوا مثلا الاشتراك وتفعيل الجرس والتعليقات واللايكات ونشر الفيديو، على خاطر كل ما يتنشر الفيديو كل ما ثم فرصة انه معناها فرصة متاع اشتراكات اخرين جدد وفرصة انه القناة تتطور في اكثر معناها في اسرع وقت. ولهنا نحكي على برشا ارقام كان نجبدوا على التطور متاع قنوات العاب فيديو، نرى في برشا ارقام خيالية اللي هي توصلت انها تتصدر معناها التوندونس مثلا في اليوتيوب ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. نرى بثوث بالالاف مش حتى بالمئات، بالالاف، ربي عين الناس كل يخدم ربي عينه. لهنا شباب راي الارقام، خاطر اذا باش ننجحوا الايفنمون هذا ولا باش ننجحوا صاحب المحتوى هذا راهو ما يتحسن كان بالارقام. اذا الارقام ماشيه في الاخضر في الصعود راهي القناه بدوره معناها قاعده تمشي في ثنيه صحيحه، اما اذا الارقام قاعده تهبط لوطا راهي معناها ماشيه في ثنيه صحيحه معناها. دونك الارقام باش تجيب سبونسورينغ اللي هم الشركات اللي داعمه، كسوا داعمه بالماتريال، معناها مثلا الشركات اللي هي تصنع في اللي تصنع في معناها البي سي جيمنج، والا مثلا الشركات اللي هي تطور في المحتوى متاع الجيمر، ولا شركات تبيع زادة في الجيمينج، معناها أي شركة تكون مربوطة بالمجال هذا أو تخدم في المجال هذا. كيف كيف نرو شركات أخرين معناها مش بضرر يكون عندها علاقة معناها وطيدة بالمجال هذا، ما إن هي داخلة في بيزنس وشافت أنه المجال هذا فيه الربح، دونك تعاون الشخص هذاك أو تعاون الإيفنت هذاك. دونك نحن شباب راو نعرفوا ان الارقام باش تظهر المحتوى اكثر ويزيد يتعرف وتحط عليه العين، هذه هي العين نتاع الانفستيسمون او البراندينغ. كيفاش هنا في النقطة دي نعيب برشا على الكوميونيتي في حكاية انه مثلا نحن كي نشوفوا الكوميونيتي نتاع الاوروب اللي احنا معناها ديما نقارنوا رواحنا بالاوروب كل شيء، اللي احنا كنا نجم نكون افضل حال منهم، خاطر البوبولاسيون معناها السكان اكثر، معناها عندنا الطاقات اكثر. النقطه اللي نعرف فيها انه مثلا تو ناخذ مثال نتاع ايفينمون او حدث رياضي او منعش في اللول في اي رياضة من الرياضات او اي جو فيديو، الايفينمون هذي نسبة النجاح متاعه تكون بالمربوط اول حاجة بنسبة المبيعات، اذا باش عندهم برودوي باش يبيعوه تيكيات مثلا، نسبة الحضور زادة، خاطر العبيد ولا منعش اذا ثم صحافة باش تغطي الحدث ولا حكاية باش تحكي على نسبة الحضور، باش تقول هل ترى الحدث او الايفنت هذايا جاب عمل نسبة حضور باهية غير متوقع، ولا نقولوا مثلا نسبة حضور كون هي ضعيفة وقبال غير مكثف وكل الكلمات هذيك. لهنا نشوف انه معناها الكوميونيتي لازمتها تضحي بالحق، تضحي وانها تمشي الايفنمون هذيك حتى لكن الجو هذيك انت ما تلعبهاش، يا
امشي شوف واكتشف، بالك تبدل رايك. مثلا انا مثلا نمشي نرى ايفن موم تاع دوتا دو مثلا، ولا ايفن موم تاع ابيكس، ولا ما عاش اي جو انا ما نلعبهاش حالي. نمشي انا نحضر في الايفن موم، شوف نتاع اول حاجه انك تختلط بالكوميونيتي، معناها باكثر عباد ممكن تختلط بهم اكثر، معناها عندك نسبه الاختلاط نتاع العباد اللي في الكوميونيتي النسبه نتاعها اكثر، كونك انت قاعد في الدار نتاعك او في بلاستك، من كونك انك تختلط بهم من بلاستك. هذه حاجه. ثاني حاجه انك تعاون ليفينمون هذيك بالتيكي اللي انت باش تقصها، والمدخول باش يدخلوه هما، تعاون ليفينمون ومره على مره باش يكبر ليفينمون، باش يكبروا البرايز نتاعو اللي ممكن انت تكون في يوم من الايام مشارك في الليفينمون هذيه وداخل في مسابقات. بالك انت نهار في نهار متعرفش على روحك اللعبة اللي كنت في يوم من الايام ما تلعبهاش، تقول انا ما نلعبها، يوم ما تنجم تكون اللعبة ذيك داخل في مسابقة وداخل على مسابقة والجائزة تكون قايمة. نرى برشا امثلة في امريكا مثلا، فما طفل صغير قريت عنده شهر التالي حكاية، لما طفل صغير يلعب في الفورتنايت، تدخل في ايفنت معناها تدخل في مسابقة على الفورتنايت، ما بين 100 واحد ظهر لي ولا 400 واحد المسابقة. كما نقولوا اللي باش يدخلوا في طرح الاخراني الرابح فيهم بفلوسنا نحن مثلا 50 مليون اذا في المرتبة الاخرانية، واللي باش يهز البويا معناها باش يقعد اخر واحد يهز الطرح باش يهز 3 مليارات. ثم فرق ما بين 50 مليون و3 مليارات. الجو تلعبوا معناها التورنو هذايا تلعب من الدار، بحكم ما نجموش يلمدوهم الكل معناها 400 ولا اللي هو، تلعب من الدار. السيد شكون يسبورتي فيه؟ سبورتي فيه بوه، معناها بوه واقف معاه وفي وقت الجو يقول له مثلا اضرب من هنا اعمل من هنا، معناها يسبورتي فيه ويشجع فيه بيان معناها يشجع فيه. كان طفل معمل انه يدخل ويخرج معنا من المرتبة الاولى الثانية، معنا ياخوك 50 مليون بفلوسنا نحنا مثلا، يا اخي ربك معنا وقت ما يحب ينجع عبده. جاء سيد المرتبة الاولى وهز 3 مليارات، هذا طفل عمره 14 سنة يكهو معنا. هذه كحكاية من الحكايات اللي يزيد يخليونا انه نقدمه قدام في المجال هذا. مشي تو نقطه اخرى، كيف ما نحكيو نكملو نحكيو على حكايه الدعم مثلا في قنوات والحاجه اللي الدعم في القناه، وإلا أي كملوا في حكاية الدعم. بلي كي تعرف حد يخدم حتى كان تكون خدمته مش بارفي معناها مش حاجة طيارة، حتى خدمة كيكة بسيطة ادعموه، سير تقولوا الكلمة باهي، إذا عندك نقد معناها عنده يحب يحسن حاجة وقوله مثال، لو يهم برشا النقد. متنساوش كما العادة كل الاشتراكات واي واحد معناه، رو انت ماكش باش تضر معناه، بالعكس باش تزيد. وهذاك نهار اخر كي تلقى عنده فيديو كسميح وعجبك تدخل تعمله لايك، تعمله اشتراك اذا ماكش مشترك، تعمله تعليق تشجع فيه، وقال تنقضه في التعليق هذاك. فما كيف اللي يحب يعاون فلوس، فما روابط متاع الدعم المادي اسفل الفيديو مثلا اللي انا مثلا اذا حاب يعاون مرحبا به ونشكر جزيل الشكر. اذا حد حب يدخل معايا في كولابوراسيون، في مشاركة هكاية، في نعش في فيديو، في حاجة برو، في اعلان على منتوج رياضي والحاجة، انا في الخدمة ومعنى ونرحب نرحب اي عرض. ديجا مؤخرا دخلت في بلاتفورم جديدة اللي هي جيملي،
جيملي هذه شركة صينية عندهاش برشا من اللي بدأت تخدم جديدة في السوق، نعمل فيها في بثوث متاع كول اوف دوتي وفري فاير. اللي يحب يدخل او يحب يتفرج عليا في البثوث الجايين باش نحط لكم رابط القناة متاعي في المنصة هذه، تلقاها اسفل الفيديو. به وين وصلنا 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 مثلا كيما نقولوا كيما نكمل في حكاية الدعم ولا حكاية النشر متاع الايفينمو ولا حاجة. كي ابدا فما ايفينمو انشروا على الفيديو، انشروا الفيديو مثلا اذا لقيتوا فيديو على يحكي على ايفينمو ولا لقيتوا بوست في الفيسبوك ولا حاجة انشروها. معناها لو تنجم تكون انت ما تحبش تمشي، نجم يكون حد شاف الايفينمو من بارتاج متاعك انت يتشجع ويمشي معناها، ولا يشجعك انت واحد من صحابك يشجعك انت ويمشي. معناها في حاجة بايرة على الاخر، على الاخر زاد. وباللي كي نراو مثلا حد يمشي يلعب ايفنمو ولا يلعب في ايفنمو لبرا، حتى لو كانت جو مش نفس الجو اللي تلعب فيه انت، مثال شجع ولد بلادك. معناها احنا نعرفوا مؤخرا اللي فما بطولة فري فاير صارت في البرازيل، ومشيو اختاروا والشركة متاع جارين اختاروا 3 يوتيوبرز اللي هو حشيش و لا 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 محمد رسول الله، حشيش وهيروشيما وسامحوني الثالث نسيته والله نسيته بالحق، ما علينا. هو تونسي او جزائري اخر معناه. حصيلو مشاو في خطة برودكاستر معلق على الماتشوات، حاجة بالحق نفرحوا لها برشا. معناها من ستريمر ولا معناها برودكاستر، معناها تعرف انه المجال هذا تنجم تتطور فيه وتنجم تربح فيه معناها بين قوسين خليه شهرة اخرى. وان شاء الله ربي يزيدهم وربي يعاون كل واحد يخدم على روحه. كيف كيف لازمتنا نعاونوهم شباب هذوما، لازمتنا نقفوا معاهم ندعموهم بالبرتاج وندعموهم بكل شيء. خاطر اكيد انت راهو في يوم من الايام تحلم انك تكون في بلاصتو ولا تكون معروف كيفه ولا مشهور كيفه ولا كيما نقولوا. ما تنساوش معناها تبارتاجيو الفيديو هذا يا شباب على اي واحد يحب الجيمينج، اي واحد حاب يسمع حاجه جديده على الجيمينج. تنساوش كيف كيف اقتراحاتكم اللوطه في الفيديو، انا في خانه التعليقات تفاعلاتكم. قولوا لي شنو عجبكم في البودكاست، هل عجبتكم فكره البودكاست كوني اني ناخذ موضوع نقعد نحكي فيه ونعطي فيه رايي، وانتم بعد نتفاعل معكم في التعليقات كل شيء. اكتبوا تعليقات ما تخافوش، سرا ومجانيه معناها. انشروا الفيديو في كل بلاصه، فيسبوك انستغرام تويتر واتساب. تنسيوش تعملوا طلة زيادة على اخر فيديوهات، وقرأوا ديسكريبسيون راهي مهمة برشا. ساعات نحط برشا حاجات ديسكريبسيون انا نسيتها في الفيديو، ولا رابط معين نحطه في ديسكريبسيون ولا في اول تعليق تلقاوه مثبت. دونك هكا وصلنا لاخر البودكاست، ان شاء الله يكون عجبكم. ان شاء الله ما يكونش اخر بودكاست. اذا مشيت الحكاية ذي نولي في كل جمعة نعمل لكم فيديو على موضوع من المواضيع تختاروه انتوما. موضوع ذي اخترته هنا، الموضوع جي تختاروه انتوما في اي مجال. معناها الشباب مش بضرورة حتى في الجيمينج، ما هو المحبذ ان يكون في الجيمينج، ما في اذا كان في اي مجال اخر نحنا معناها موجودين وكل واحد عنده رأي، نحترم رأي الناس كل، كيما زيد الناس كل لازم معناها تحترم رأي غيرها. هذه نهاية الفيديو، إن شاء الله نراكم في بودكاست جديد الجمعة الجاية إن شاء الله.
بودكاست جديد. يلا سلام عليكم.